كل الحبايب، معاكم أمال. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. في الفيديو دي حوريكم وصفة أو ملاح من ملاحاتنا السودانية الرهيبة، ملاح البامية المفروكة. المقادير عندنا هنا: بامية، عندي كان 3 أكياس بامية، بتكون شكلها كده طويلة كده، بتقطعوا الراس من هنا بالسكينة وبتقطعوا من هنا، وبتتقطع كلها بالطريقة دي، بتتقطع في الأول بعدين بنغسلها نظيف وبنصفيها من الموية. ده تحضير البامية للملاح بتاعنا. عندنا هنا ربع كيلو لحمة مقطعة، وياريت لو كان في عظم فيها، بس أنا ما كان عندي عظم، لأنه العظم بدي الشوربة طعم رهيب طبعا. وعندنا هنا مكون مهم جدا اللي هو الشمال الأخضر، جبته وقطعته ونظفته من العروق بتاعته وغسلته، ويعني حاجة كده زي كورة كده شمار أخضر جاهز للبامية. وعندنا هنا بصلة واحدة كبيرة، لو البصل صغير عندكم اعملوا بصلتين، تقشروهم وتغسلوهم وتقطعوهم بالطريقة دي. وعندنا 2 ورق من ورق الغار أو اللور. وعندنا البهارات، دايما أنا بقول البهارات على حسب الرغبة. أنا هنا استخدمت شوية فلفل أسود مع معلقة كزبرة ومعلقة بهار مشكل وشوية ملح، وعندي هنا أهم حاجة مرقة الجداد. طبعا دي أنا عاملاها في البيت، فلو أنتوا ما عايزين، ما عندكم مرقة جداد، ممكن تستغنوا عنها بالملح. وعندنا هنا الخطوة كمان مهم، بهار مهم، التوم مقشر ومغسل ومسحوم زي ما شايفينه ناعم، عشان نعمل بيه القدحة للبامية بتاعتنا. كمان عايزة ألفت نظركم لحاجة، لما نجي نقطع البامية ده اللي بيطلع منها، لما نجي نقطعها ده الروسين بتاعت البامية والنهاية بتاعت البامية ما بنرميها، دي مهمة جدا. أنا بخدها هنا كده زي ما شايفين في نفس الأطباق اللي جبت بيها البامية، بخدها في صحن أو في الأطباق بتاعت البامية، وبخدها في شتا. طبعا هنا ما عندنا شمس في السودان، وفي البلاد السخنة بننشف البامية اللي هي بنستعملها الويكة، بننشفها برا في الشمس. لكن هنا أنا في راس التلاجة بتاعتي بخدتها وبنشفها وبقلبها كل يوم يومين، بقي أقلبها يعني كده بعملها أقلبها عشان اللين يكون من فوق وتكون ناشفة، كل يوم يومين بعمل فيها كده لما تنشف تماما واسحنها وتبقى أجمل ويكة في البيت. هنا مع بعض تعالوا نحضر أهم حاجة، شوربة البامية. في حلة على النار خدتينا زي ما شايفين اللحمة، وخدتينا البصل وورق الغار وموية تغطي اللحمة والبصل، دي المرحلة الأولى، ما بنزيد الموية حسا، نخليها كده في النار تغلي شوية من غير أي إضافة للبهارات، وأرجع عليكم في الخطوة الثانية. هنا شايفين الشوربة بدت تغلي معانا، وبدت اللحمة تطلع كل الريم بتاعها زي ما شايفينه، فحبتدي أطلع كل الريم بتاع الشوربة ونضفها من الريم ده كله وأرجع عليكم. شايفين خلاص نضفت الشوربة من كل الريم بتاع اللحمة، فحنزل كل البهارات بتاعتي، وحاخد كمان حبتين هبهان وألخبطهم كويس، وغطي الحلة وهدي النار وسيب اللحمة تستوي وارجع عليكم. هنا اللحمة الشوربة جاهزة، واللحمة استوت معانا، والريحة رهيبة، ريحة الشوربة رهيبة. هقوم أقفل النار وأطلع كل اللحمة، أنشل اللحمة، أفتش اللحمة كده وأنشلها وأخدها في كورة براها وأرجع عليكم. هنا نشلت كل اللحمة بتاعتي وطلعت ورق الغار وطلعت الهبهانتين لأنه خلاص ما هحتاج ليهم. هنا رجعت الشوربة بتاعتي في النار، هاخد فيها كل البامية براها، كل البامية، وحقلبها في الشوربة وححدي النار وأسيب البامية تستوي وأرجع لكم. نسيت أقول لكم قبل ما نخد البامية في النار،
في الشوربة بتاعتها، نتأكد ندوق الشوربة ونشوفها محتاجة بهار، محتاجة مرقة جداد، محتاجة ملح. إذا كانت الشوربة طعمة ناخد طوالي البامية ونسيبها حسة في النار تستوي براحتها وارجع عليكم. هنا يلا تعالوا نشوف البامية بتاعتنا، نشوفها البامية ما شاء الله استوت، شايفين؟ حوريكم ليها كيف استوت، عاينوا معلش، شوفها استوت كيف، شفتوا البامية استوت كيف. هنا حنقفل النار، كنا خدتينها في نار هادية طبعا ضروري، حنقفل النار وحنخد الشمار آخر حاجة الشمار. ليه؟ عشان البامية ما تسود معانا، تكون لونها أخضر. والشمار حنسيبه بس كده في سخانة البامية، يعني ما حنخليه على النار أبدا. طبعا في السودان البامية نحن بنفركها بالمفراكة بتحت الخشب بتاعتنا. هنا أنا ما عندي، ممكن نفركها بمفراكة الكهرباء، أو أنا حوريكم حفركها ليكم أو حعملها كيف، هخليها بس تبرد شوية وارجع ليكم. هنا البامية بتاعتي حفركها كيف، خطيتها في الخلاط بتاع العصير. وملحوظة مهمة، لو الشوربة بتاعت البامية كتيرة ما تكبوها كلها، حنشيلوا البامية كده بمصفى كده، طلعها بالراحة كده وبعدين كبوا فيها شوية شوربة عشان ما عشان تطلع لنا مظبوطة. شوفوا الخلطة حتكون كيف، ركزوا معي مهم جدا الخطوة دي. شوفوا كده قفلتها تاني، يعني كأنه يعني حاجة بسيطة جدا، مش بخلط عصير كده، هفتحها وارجع لينا. ما شاء الله شوفوا خلطة بسيطة كأنه البامية مفروكة بمفراكة، رهيبة. وإذا البامية كتيرة اعملوها على دفعات في الخلاط، فحرجعها في الحلة هنا وارجع عليكم مرة تانية. هنا رجعت الملاح في الحلة ورجعت اللحمة، تذكروا اللحمة اللي نشلناها في الأول، رجعت كل اللحمة ولخبطتها مع الملاح بتاعنا، ريحة الشمار مع البامية رهيبة. فحنخليها تدفى شوية، تسخن شوية، وحرجع عليكم باللمسة النهائية للبامية بتاعتنا. هنا دي اللمسة النهائية، حنعمل قد حتى الثوم، الزيت عندي هنا دافي شوية، نعمل فشار من الزيت سخن، نجيب جنب القطحة منجح منها لأنه بتتحمر بسرعة، فحعمل فيها كده وارجع عليكم للون النهائي بتاع القطحة. ده شكل اللون، شايفين بتاع الثوم بتاعنا، هنجي نحطها هنا طوالي في الملاح بتاعنا. وعايزة أوريكم قوام الملاح رهيب، هنا كيف شايفينها وأخضر، ده القوام بتاعنا، ولا تقيل ولا خفيف، شوفوا ولا تقيل ولا خفيف، والريحة تجيب التايه زي ما بقولوا. يلا حاجة أوريكم التقديم النهائي للملاح بتاعنا. هنا يا سلام، ده الشكل النهائي لملاح البامية المفروك بتاعنا الرهيب. أنا قدمته هنا بالقراصة، ممكن تقدموه بالكسرة بالعيش زي ما انتو تحبوا، والرابط بتاع طريقة عمل القراصة حنزله لكم مع ملاح السبانخ. وعملت معاه شوية سلطة وشوية شطة خضراء وفجل أحمر، وزوقته كمان عملت فيه وفوشه شوية شطة حمراء، طبعا حلو لما يكون كده مشطشط وسخن، لكن العيال حنخط لهم حقهم براهم. طبعا أجمل ملاح مفروكة بتاع البامية رهيب، واستاهل تكونوا معانا وتاكلوا. يلا حبايب، شكرا لكم للمتابعة، وتابعوني في فيديو تاني. مع السلامة.